دلوقتي احنا على موعد مع الغناء الراقي والفن الاصيل، الاحساس الصادق والفن الجميل. ولكن برضو قبل ما نقدم صوت مصر، اسمحوا لنا نرحب بالمايسترو القدير والمتألق دوما، المايسترو هاني فرحات. أتمنى لحضراتكم ليلة ممتعة وليلة مبهجة من ليالي مهرجان العالم عالمين في دورته الأولى، مع الإحساس الصادق والكلمات الدافئة والصوت الراقي المتميز، صوت مصر النجمة أنغام. أنا بقالي حوالي ممكن بقالي كتير قوي ما غنيتش في المنطقة الجميلة الرائعة دي اللي احنا فيها النهارده، الساحل الشمالي المصري. والحقيقة مبسوطة قوي لأنه ده من أجمل المناطق اللي أنا بحب أعيش فيها وبحب أكون موجودة فيها. وحضوركم النهارده زود المنطقة جمال وزود العالمين جمال. وأنا ببارك لمصر على العالمين الجديدة، وببارك لنفسي أنا كمصرية على الجمال اللي احنا شايفينه النهاردة اللي زاد بحضوركم. الحقيقة بشكركم جدا على حضوركم، نورتوني ووحشتوني على فكرة جدا، وبعدني قوي عنكم، يعني كان نفسي أقرب شوية. عايز أسلم عليكم واحد واحد. نورتونا.